لنقاش الملف السوري ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الخبير العسكري العميد أحمد رحال. أهلا بكم سيادة العميد. أهلا بكم، حياكم الله. كيف تقيم معركة خان شيخون والتي انتهت بسيطرة قوات النظام عليها؟ يعني واضح نحن أمام حملة عسكرية غير مسبوقة، من الاستخدام المفرط بالسلاح، حتى استخدام الأسلحة المحرمة دولية، حتى تجربة سلاح جديد روسيا اعترفت به من خلال الصواريخ الارتجاجية والقنابل الفراغية. واضح أن النظام الأسد وإيران وحزب الله بدعم من القوى الجوية الروسية تريد السيطرة. العمليات التي تمت في أرياف حما الشمالية وفي أرياف إدلب الجنوبية هي سياسة الأرض المحروقة بكامل معانيها. اليوم لدينا 1,100,000 مهجر ونازح من تلك المنطقة باتجاه الحدود، لدينا قرى أزيلت عن الخارطة، ولدينا دمار كامل. وبالتالي أنا أعتقد ما حصل في خان شيخون هو يمثل هذه العنجهية التي تحاول فرض إرادتها بالقوة العسكرية. هناك إطاحة من قبل موسكو بكل تفاهمات مع أنقرة، إن كان عبر الأستانة أو سوتشي أو عبر اللقاءات المنفردة ما بين الرئيسين بوتين وأردوغان. هناك انقلاب وإزاحة الخيار السياسي واعتماد الخيار العسكري. ما حصل بخان شيخون من عملية عسكرية عبر جناحين السكيك والهبيط، حاولت تطويق خان شيخون ونجحت الأمر بالوصول إلى حاجز الطير ثم حاجز سلة النمر على الاستيراد الدولي. وبالتالي كان لابد من إعادة تموضع، إعادة انتشار الفصائل الموجودة في اللطامني أو كفر زيتا، نعم، أو في منطقة الاثنين أو في خان شيخون، لأن عملية التطويق تعني الإبادة من قبل نظام الأسد والروس. في ظل هذه التطورات الميدانية الأخيرة، ما توقعاتكم لانعكاسات هذه المعركة، معركة خان شيخون، على الصعيدين العسكري والسياسي، قبل أن نتحدث لاحقا عن الجانب الإنساني؟ يعني بالبداية هناك اليوم معركتين تداران على أرض الواقع. المعركة السياسية التي اليوم تشتد ما بين أنقرة وموسكو. اليوم سمعنا تصريح وزير الخارجية التركي ووزير الدفاع من أن النقطة التاسعة في مورك لن تسحب، ومن أن الرتل الذي تعرض للقصف من قبل نظام الأسد بأوامر من موسكو ستكون له تبعات. وبالتالي أنا أعتقد اليوم أن هناك صراع حول نقطة مورك وحول نقطة تلة النمر. يقال من أن هناك توافقات قد تحصل في الساعات القادمة، لكن على أرض الواقع وجدنا من أن هناك امتداد للقصف. يعني اليوم الطيران الروسي بعد أن أمن خان شيخون انتقل إلى منطقة الغبسة، تلمنس، دير شرقي، جرجناز، التح، وكلها قرى تقع على الاستيراد الدولي في ريف معارة النعمان الشرقي. هذا يعني أن الروس ينوون الاستمرار في السيطرة على الاستيراد الدولي. ما زال هناك 70 كيلومتر من استيراد حلب دمشق تحت سيطرة المعارضة، وبالتالي هم يحاولون الوصول إلى تلك المنطقة. واضح أن بوتين يبحث عن إنجاز، وجدناه بالأمس ما يصرح به أمام الوزير، أمام الرئيس الفرنسي، عندما رد يشبه رد عصابات المافيا عندما قال نحن نؤمن بما نقوم به وسنتابع الطريق في إدلب. بمعنى أن القتل والإجرام الذي تحدث عنه الرئيس الفرنسي لا يؤخذ بعين الاعتبار من قبل بوتين، وأنه مستمر في تنفيذ تلك المهمة. هل تظن أن فصائل المعارضة مستعدة للاستمرار في المعركة من جبهة حما؟ يعني واضح أن احنا اليوم أمام نقطة تقول أنه لا إدلب بعد إدلب، بمعنى لا منطقة أخرى يمكن الانسحاب. عندما قاتلنا في الغوطة أو في إدلب في درعا أو في أرياف حمص وأرياف القلمون، كان هناك خيار آخر أنه يمكن الانتقال إلى إدلب ورفض المصالحات. اليوم لا إدلب بعد إدلب، لا يوجد منطقة، الحدود مغلقة. أيضا هناك إرادة قتال موجودة ضد الفصائل، كل ما تم السيطرة عليه لا يعادل 10 إلى 15% من المناطق المحررة. وبالتالي أعتقد أننا قادمون على أيام ساخنة وجبهات ساخنة. حتى المناطق التي سيطر عليها النظام هي سيطرة مؤقتة، حتى الآن لا تدشين، لا عمليات هندسية، وبالتالي قد تكون هناك تغيرات في خرائط السيطرة خلال أيام القادمة. ماذا عن المدنيين المتواجدين في مدينة إدلب؟ ونحن نعلم أنه تم تجميع المدنيين من مختلف المدن السورية التي تم تهجيرهم من حمص وحلب ودرعا وغيرها من المناطق، تم تجميعهم في إدلب. كيف سيكون مستقبل هؤلاء المدنيين في ظل هذه المعارك؟ يعني حقيقة هناك وضع مأساوي لأربع مليون سوري، كما تحدثت نائبة رئيس الائتلاف بالأمس السيدة ديما موسى. اليوم لدينا حالة إنسانية مأساوية، لدينا تدمير للبنية التحتية، لدينا أكثر من 115 منشأة طبية دمرت، المدارس دمرت، المساجد دمرت، مراكز الدفاع المدني دمرت بالكامل.
وبالإضافة إلى الأسواق الشعبية لدينا هنا يعني أكثر من 100,000 يعني 200,000 يعيشون تحت الأشجار في العراء، حتى النازحون إلى الحدود مع تركيا لا اهتمام أممي بإيجاد أبسط مقومات البقاء والحياة. وبالتالي حقيقة الوضع الإنساني ووضع يعني البشري وضع مأساوي جدا جدا، حتى أن طائرات الأسد لا تقصف فقط على الحدود، يعني عندما يتم قصف قرى جبل شحشبو أو معرة النعمان أو أريحة أو محمبل وحتى المصطومة يعني على حدود إدلب، هذا يعني من أن هناك حملة ليس فقط على القوى العسكرية الموجودة، بل حملة إبادة على 4 مليون سوري، ذنبهم أنهم خرجوا يطالبون بالحرية، وذنبهم بالنسبة للروس أنهم يرفضون بشار الأسد. الخبير العسكري العميد أحمد رحال، كنتم معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية، شكرا جزيلا لكم.